بتستقبل؟ انت مين يالا؟ ما تكلمني الراجل الراجل كده، ولا انت عيل عبيط ولا ايه حكايتك؟ عبيط؟ طب ما تيجي نشوف كده انا عبيط ولا لا. يا سيف اتفضل. شوف يا سيف، احنا سبق واتكلمنا في موضوع الاستقالة ده وانا رفضتها. انا بكلمك مش بصفتي مديرك وبس، اعتبرني اخوك الكبير. انت شغال معايا بقالك كام سنة؟ حوالي 7 سنين يا فندم. يبقى تسمعني كويس، انا مش هضغط عليك، بس هقول لك حاجة واحدة. انت شاطر في شغلك، وخسارة انك تضيع مجهودك والبوزيشن اللي انت وصلت له ده، علشان كده أنا مش هقبل استقالتك، وكمان مش هرفضها. أنا هديلك مهلة أسبوعين تفكر كويس وتعيد حساباتك وإنت في مكانك وفي شغلك زي ما أنت، وبعد أسبوعين نتكلم وتكون أخدت قرارك النهائي. حاضر يا فندم، أنا هفكر تاني. تمام، يبقى اتفقنا. ودلوقتي بقى ارجع مكتبك وكمل شغلك، وابقى ابعت لي الريبورت اللي انا طلبته منك قبل الاجازه. احضره وابعته لحضرتك حالا. شكرا. على اذنك. ايوه بسام، ازيك يا حبيبي؟ عامل ايه؟ انا تمام زي الفل. بقول لك ايه، معلش هطلب منك طلب بسيط. في رقم بيبعت لي من بره ومش عارف اوصله ولا لصاحبه ولا لمكانه، ودخلت على الترو كولر ما لقيتش اي داتا. ما عندكش سكه للموضوع ده؟ انا بعت لك رقمه على الواتساب، بص عليه كده وانا معاك على الخط. استنى اما بص كده. الرقم ده لو بيبعت من مصر يا اما يبقى متصل رومينج، وساعتها ممكن نوصل لمعلومات عنه او حتى نوصل له هو شخصيا. ولو متصل بواي فاي برضه جايز نقدر نجيبه بالاي بي ادرس، لكن بتكون اصعب شويه. بس طبعا كل اللي بقوله ده باجراءات كتيره. اما بقى لو بيبعت من بره مصر فدي قصه تانية بقى. هو عمل لك ايه؟ لا ولا حاجه، ده موضوع بسيط جدا، ما تشيلش هم. معلش تعبتك. سلام. الو، اهلا يا باشمهندس. بقول لك ايه، انا عاوز منك خدمه مستعجله. اشترك الان واحصل على 50% خصم مدى الحياه على اشتراكات بريميوم السنويه والشهريه. استخدم الكود على watchit.com.